التقلبات الكبيرة والأحداث المفاجئة التي ستحدث في الحلقة الثلاث الأخيرة قبل نهاية مسلسل القضاء ستترك بصماتها على الحلقة الجديدة. لقد جاء ذلك اليوم وسيتم اختطاف إلغاز في الحلقة القادمة، وسأوضح مسألة هل ستموت أم لا بتفاصيل جديدة، وأيضا هل تم إعطاء إشارة موت لشخصية مفاجئة جدا غير إلغاز. من هي هذه الشخصية أو الشخصيات، وهل سيتم إنقاذ إلغاز؟ سأتحدث عن تفاصيل مهمة وأساسية للغاية حول هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيناريو المتفجر الذي ينتظر ياكتا سيبقي الجميع ملتصقين بالشاشات، وسأشارككم التطورات الجديدة بخصوص الحلقة السابقة. سأتحدث عن كل هذا وأكثر بعد قليل، فلنبدأ. وأخيرا وصلنا إلى اليوم الذي سيتم فيه اختطاف إلغاز وسيصاب الجميع بالصدمة، وفي الحلقة القادمة سنرى اختطاف إلغاز بالتفصيل الكامل. وفي هذا الصدد كما ذكرت في الفيديو السابق ظهرت ياليس أقوى احتمال لدي على المسرح وكادت أن تتجرأ على إنقاذ نفسها. أرادت أولا قتل زوجها أوكتاي عن طريق استئجار قاتل محترف، ثم أصبح هدفها الرئيسي هي المدعي العام إلغاز. إذن ما الذي ينتظرنا منذ هذه اللحظة؟ سألت نيفزات القاتل الذي اختطف إلغاز كيف تريد أن تموت؟ إلغاز التي تم اختطافها إلى مكان مأجور ستبذل قصارى جهدها لكسب الوقت في هذه العملية. في هذه الأثناء سيتم تعبئة الجميع وخاصة سيرين وإيرين. لدي تفصيلان رئيسيان مهمان جدا فيما يتعلق بإنقاذ إلغاز. أولا زوج ياليز أوكتاي، كما تعلمون التقى أوكتاي ويالز ببعضهما البعض. إذا أخبر أوكتاي الذي يعرف وجه يالز الحقيقي وأنها قتلت سيراب وأن يالز تريد قتل إلغاز عن طريق استئجار قاتل محترف، يمكن لإيرين والآخرين اتخاذ أجراءات فورية للعثور على إلغاز. التفاصيل الثانية لدي هي توكشي. في الحلقة السابقة طلب إيرين من توكتي العثور على تفاصيل مثل العلاقة مع الأشخاص الذين قتل على يد مطلق النار أو دليل أو صلة بمطلق النار، ويمكن أن يلعب توكتي وهو شخص ذكي للغاية في هذه الأمور دورا مهما في هذه الأمور والعثور على إلغاز من خلال إيجاد تفاصيل مهمة. هذه التفاصيل التي ذكرتها كانت بمثابة بصيص أمل لإنقاذ إلغاز، ومع ذلك تنتظر إلغاز عملية صعبة للغاية ويقوم القاتل نيفزات بعمله بدقة. تم اعتبار بعض التفاصيل الواردة في الحلقات السابقة بمثابة إشارة على أن إلغاز ستموت. هذه التفاصيل التي تحدثت عنها بالتفصيل في الفيديو السابق كانت باختصار كالتالي: الساعة التي اشترتها سيلين لإلغاز في ذكرى زواجهما. بالمناسبة إذا كانت الساعة تحتوي على نظام الملاحة فقد يكون هذا دليلا مهما للعثور على إلغاز، وسماعات الرأس السلكية التي قدمتها إلغاز لسيني كهدية، والأخبار التي تفيد بأن إلغاز قد اشترتها، والأهم من ذلك الندبة على يد إلغاز. لم تظهر هذه الندبة عبثا في آخر 3 أو 2 حلقات. نعم كان ينظر إلى هذه التفاصيل على أنها تعني أن احتمال موت إلغاز كبير، لكن قد يكون هناك تطور كبير في هذا الأمر وقد تموت شخصية أخرى بشكل مفاجئ. الآن دعونا نتناول هذه القضية والتطورات الأخرى المتعلقة بالقنبلة. كالقنبلة في الحلقة السابقة كانت نظرة إيرين العاطفية إلى توكتي وإيفي بعد مغادرة المستشفى بمثابة إشارة وداع. كلمة إيفي لإيرين لا تقلق علينا، وكلمة إيرين لإيفي أثناء سعيه للانتقام إذا حدث لي أي شيء سأعرف أنك مع توكتي، تم اعتبارها مفسدة. ربما لن نتفاجأ إذا كان الشخص الذي يموت ليست إلغاز بل إيرين في تطور مفاجئ، وربما يضحي إيرين بنفسه من أجل إلغاز. سوف نشاهد جميعا ونرى معا عندما يأتي الوقت الأخير. هناك احتمال كبير أن يحدث الوداع. في الواقع الحلقة الأخيرة ستكون عاطفية للغاية. تذكر الحلقة الأخيرة التي سيشاهدها فريق القضاء بأكمله مع الجمهور معروضة للبيع. لقد شاركتكم حتى الآن بالعديد من النظريات حول النهاية. لقد تحدثت عن بعض النظريات مثل أن وفاة إلغاز أو شخصية مهمة أخرى يمكن أن ترتبط بالفصل الأخير من الكتاب الذي كتبه لاشين، وأن إلغاز ماتت بالفعل في نهاية الموسم الماضي، وأن كل ما حدث بعد ذلك قد يكون انعكاسا لأحلام سيلين وأفكارها في عالمها الداخلي،
ومع ذلك مشاهدين، نأمل أن نشاهد النهاية بنهاية سعيدة. سيكون لديكم عطلة قافلة جميلة كما حلمت وخططت إلغاز وسيلين وميرجان، وأتمنى أن تكون نهاية جيدة. والآن لننتقل إلى مواضيع أخرى مثيرة للدهشة. سيبقي الجميع يكتا. السيناريو المفاجئ الذي ينتظر يكتا سيبقي الجميع ملتصقين بالشاشات. يكتا الذي يسير في طريق حرج لجلب قاتل والد إكلال إلى السجن قد يكون في ورطة كبيرة. إذا اكتشف بولي أن يكتا هو من يقف وراء كل هذا فستتعقد الأمور. كما قال يكتا في الحلقة السابقة، علاوة على ذلك من المرجح أن كوبيلاي آمير هو رجل بوليت ويعمل معه، وقد نرى مفاجآت بهذا الخصوص في الحلقة الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك قال يكتا أثناء حديثه مع المدعي العام، إذا لزم الأمر سألقي بنفسي في النار دون خوف. كانت هذه الجملة تفصيلا مهما حول ما سيحدث ليكتا، ولعل إزالة لاشي ليكتا من الكتاب وإظهاره ميتا كانت إشارة إلى ذلك. باختصار تنتظر يكتا عملية صعبة للغاية. من ناحية أخرى في الحلقة الجديدة تتعقد الأمور عندما يضع عثمان الدواء السام في غرفة زوج زمرد ويبدأ طريقا للعودة، بينما سيتم العثور أخيرا على ديلان. وقد تأتي مفاجأة سيئة من شخصية كامبيرك التي تتعاطف معها بارلا. سنشاهد ونرى جميعا الصدمات الكبيرة التي ستحدث الواحدة تلو الأخرى في الحلقة الجديدة من غدار، ستترك بصمتها على الحلقة. كيف هرب كوركورت الذي عاد إلى الميدان وما هي خطوته الأولى؟ وينتظرنا سيناريو متفجر في هذا الصدد. كيف هرب كيرت وداغان من يدي أكبر؟ هل يمكن إسقاط عارف مبارك والمنظمة التي أسسها؟ ما سيحدث بين أيضا وداغان والسيناريو المفاجئ الذي ينتظر أيضا سيجعل الجميع ملتصقين بالشاشات. بالإضافة إلى ذلك فإن الدليل المقدم حول ابن أكبر الغامض صالح جذب الانتباه. سأتحدث عن كل هذا وأكثر في لحظة. وأخيرا سأشارككم آخر التطورات حول هل سيستمر غدار في الموسم الجديد. أولا لنبدأ بكيفية إنقاذ داغان وكيرت. داغان الذي لا يستطيع التخلي عن القسوة، لا يستطيع إيقاف الصوت بداخله، وهذه المرة أعلن الحرب على منظمة كبيرة جدا، وبطبيعة الحال سوف تتأذى العديد من الأرواح في هذه العملية، وقد وردت إشارات على ذلك في الحلقة السابقة. علاوة على ذلك فإن حقيقة أن عارف مبارك وأكبر كان صديقين مقربين، وأن داغان قتل الشخصية الوسيم أشعلت الحرب. حاصر أكبر كورت وداغان وطلب من داغان قتل كورت مقابل إنقاذ حياة الفتيات، لكن الخطة باءت بالفشل. ربما في هذا المشهد يدخل أونور وينقذ داغان وكورت، والاحتمال الآخر هو مودي، لكن لدى أونور فرصة أكبر للإدخار لأن أونور الذي تم الكشف عن شريطه السابق، وبالتالي كانت علاقته السيئة مع يامور، سيرغب في القضاء على عارف مبارك من أجل التصالح مع يامور. وفي هذا الصدد سيتعاون مع داغان مرة أخرى. بعد ذلك الرباعية المكونة من داغان ومدير وكورت وأونور سوف يتخذون إجراءات لتدمير عارف مبارك ومنظمته. خطوة ليلى في هذا الصدد ستغير مجرى الأمور. في العرض رأينا أن ليلى أرادت مساعدة داغان وقامت بمخاطرة كبيرة وسممت عارف مبارك، ومع ذلك اختارت ليلى مساعدة كوركوت، وسنصل إلى هذه المشكلة بعد قليل. نعم، بعد تسميم عارف مبارك سيأتي أونور وكيرت بسيارة إسعاف ويواصلان تنفيذ الخطة. عارف مبارك الذين نتوقع أن يموت في هذه العملية لن يكون موجودا لفترة من الوقت، وبدلا منه ستتولى شخصية العمة التي تلعبها إيجي أوزتيكيجي والتي انضم للتو إلى المسلسل المسؤولية وتتولى المهمة. وبطبيعة الحال سيكون من الصعب للغاية على داغان إسقاط مثل هذه المنظمة القوية، ستتأذى حياة العديد من الأشخاص في هذه العملية، ولكن نتيجة لذلك سيحقق داغان النجاح. الآن لننتقل إلى سيناريوهات أخرى مذهلة. من المتوقع أن يكون هناك شيء آخر وراء مساعدة ليلى لداغان، لأن ليلى اختارت مساعدة كوركورت لأنها كانت غاضبة من أيضا. في العادة كانت تحذر داغان بشأن كوركورت، لكنها قررت عدم القيام بذلك، ولهذا السبب قد نشاهد تطورات مفاجئة في الحلقة الجديدة. ومن ناحية أخرى يعود كوركورت إلى الميدان. عادة ما تترك شخصية كوركورت المسلسل، ولكن تم الاتفاق لفترة من الوقت على نقل التصنيف.
كان لدى كوركوت نصف ساعة بعد تعرضه للتسمم، وربما كان لديه ترياق على القارب أو معه، وهكذا تمكن من البقاء على قيد الحياة. سوف يقوم بتحركاته الحقيقية الآن. لقد طلب أولاً المساعدة من ليلى بشأن هذه المسألة. باختصار، سنشاهد في الحلقة الجديدة تعاون كوركوت وليلى وخطة كوركوت الماهرة التي ستجعل الجميع ملتصقين بالشاشة. وهكذا، فإن داغان الذي لا يستطيع الخروج من المشاكل سيواجه مشكلة جديدة وكبيرة جدا، وخاصة أيضا ستواجه مخاطر كبيرة بسبب غضب ليلى وبعد عرض كوركوت على ليلى. من ناحية أخرى، أيضا التي كانت سعيدة في البداية بعرض الزواج ثم رأت أن داغان لم يستسلم للقسوة، أظهرت رد فعل كبير على داغان برمي الخاتم. ما قالته أويالي أيضا حول هذا الأمر أصبح حقيقة، وكادت أيضا أن تشعر بخيبة أمل. إذا كان هناك احتمال في الحلقات الجديدة، إذا وقعت أيضا عارف في يد مبارك أو وقعت في فخ كوركوت وليلى، ستكون حياتها في خطر وسيبدأ اختبار جديد لداغان. بالإضافة إلى ذلك، في الحلقة السابقة تم تقديم تفاصيل يمكن أن نطلق عليها دليلا عن صالح ابن أكبر قبل أن يقتل داغان شخصية ياكيتشيكلي. نادى ياكيتشيكلي على شخص ما طلبا للمساعدة، وكان صالح من بين الأسماء التي نادى عليها. علاوة على ذلك، عندما ذكر أكبر عارف مبارك صالح، تفاجأ عارف مبارك قليلا بهذا الموقف. ولعل شخصية صالح موجودة أيضا في التنظيم، وقد تحدث سيناريوهات مفاجئة في هذا الصدد. والآن لنأتي إلى آخر التطورات بخصوص خاتمة الغدار. مسلسل غدار يلفت الأنظار بتكلفته العالية. لسوء الحظ، قد يكون غدار الذي صدر في اليوم الخطأ بالنسبة لمعظم المشاهدين وبالنسبة لضحية لهذا الموقف، لأنه لا يمكن الوصول إلى المستوى المطلوب في التصنيفات. على الرغم من التفاعل الواسع جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه تم استهداف مستويات أعلى بكثير في التقييمات. وبحسب آخر التطورات، إذا لم تكن هناك زيادة في التقييمات، فإن مسلسل الغدار سيصل إلى النهاية في الحلقة 20 ويودع الشاشات. باختصار، 4 حلقات القادمة مهمة جدا، ونتائج التقييم ستحدد مصير المسلسل. في الحلقة الجديدة من مسلسل تل الريح، سيواصل خليل تعذيب زينب. سوف تذوب زينب بيوما بعد يوم بسبب خليل. في البداية ستفكر زينب في الرد على الشر الذي فعله خليل بها، لكن لاحقا ستدرك زينب أنها كانت مخطئة في هذا الفكر، وستتوقف عن الانتقام من خليل. ستختار زينب التحلي بالصبر بدلا من الانتقام من خليل. سيتم مكافأة زينب لعدم ردها على الشر الذي حدث لها وصبرها، لأن الحقيقة ستظهر في النهاية. سوف ينفجر الحب بين خليل وزينب إلى النور، لأن الوجه الحقيقي لألبر وسونغول سوف يراه الجميع. إذا كنتم تتذكرون في الحلقة السابقة، فعل ألبير شيئا سيئا مرة أخرى. بفضل الشر الذي ارتكبه ألبير، جعل خليل وزينب أقرب. لكن لسوء الحظ، كان خليل غاضبا بعد الشيء من زينب، لأن ألبير قام بخلط مواد كيميائية سامة في البركة، ولن يتم الكشف عن هذه الحقيقة في الحلقة القادمة. لكن الشر الذي سيفعله ألبير قد ينكشف، ولكن الحقيقة لديها عادة الخروج، ولهذا ستظهر الحقائق في قادم الأيام. سترى زمرد وزينب أن ألبير سمم البركة. زينب وزمرد هانم اللذان يعرفان الحقائق سيخبران خليل بالحقائق، ونتيجة لذلك ستأتي نهاية ألبير، لأنه عندما يرى خليل وجه ألبير الحقيقي سوف يحقق معه بمزيد من التفاصيل. ونتيجة لهذه التحقيقات سيدرك خليل أن ألبير عدو، ونتيجة لذلك سيتخذ خليل إجراءات فورية ويرسل ألبير إلى السجن. ومن ناحية أخرى، سيعقد خليل زواجا رسميا من زينب خلال هذا الوقت مع معاقبة سونغول وألبير. سيصبح زواج خليل وزينب الرسمي حقيقة. في الواقع سيكون خليل وزينب معا، ونتيجة لذلك ستحمل زينب وتلد طفلا. كما سيغادر ممثلان من المسلسل. أسماء هؤلاء الأشخاص هي جولتي ويوسف، لأنه لم يعد لهم أي دور في المسلسل. لكن على العكس، إذا أعطاهم كاتب سيناريو مسلسلنا دورا جديدا فسيبقون في مسلسلنا. سينتهي موسم مسلسلنا يوم الجمعة 28 يونيو. خطر كبير ينتظر بران وديلان في الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدهر، لأن جواهر سوف يتعافى تماما، ونتيجة لذلك لن يغادر جواهر المسلسل أبدا بالموت دون أن يتسبب في ألم فقدان طفل بران وديلان. في الحلقة القادمة سينصب جواهر كمينا لبران وديلان.
لكن ديلان وبران سينجوان من الكمين الذي نصبه لهم جواهر. لكن ديلان ستظل تواجه خطرا كبيرا، وهذا الخطر هو خطر اختطاف الطفلة ميرا. لذلك سيجد جواهر في النهاية طريقة لتحقيق أهدافه الشريرة. سيخطط جواهر لاختطاف طفل بران وديلان الذي لم يولد بعد. هذه المرة أيضا من ناحية أخرى سيتصرف بران بحرية غير مدرك لوجود جواهر، لكن هذه ستكون نهاية حب بران وديلان، لأن بران للأسف لن يتمكن من تجربة الأبوة مع ديلان في الحلقة القادمة، لأن جواهر سيختطف الطفل ميران بمجرد ولادة ديلان. ديلان لن تولد في الحلقات القادمة. على العكس من ذلك فإن ولادة ديلان ستحدث في نهاية الموسم. في هذه العملية سيحدث شر عظيم لبران، لأن جواهر سيجلب حسن إلى جانبه مرة أخرى. سوف يساعد حسن بكل سرور جواهر، كما سيقوم جواهر بتحرير مكابح سيارة بران. بادئ ذي بدأ سيتعرض بران لحادثة أثناء القيادة على الطريق، أو سيزرع جواهر قنبلة في سيارة بران، ونتيجة لذلك حتى لو نجا بران من القنبلة في السيارة فإنه سيصاب بجروح خطيرة. سيخبر الأطباء ديلان وقدرة أن بقاء بران على قيد الحياة ستكون معجزة، لكن لحسن الحظ لن يموت بران على أي حال. نظرا لأن بران لم يموت سيهاجم جواهر بران للمرة الأخيرة ويحاول إطلاق النار عليه من مسافة بعيدة بمسدس. سيفقد بران الكثير من الدم قبل أن يتم نقله إلى المستشفى. حتى بران سيموت، لكن الأطباء سيقومون بتدليك قلب بران وتزويده بالدم لمساعدته على البقاء على قيد الحياة. ستكون ديلان سعيدة جدا لأن بران لم يموت، لكن هذه المرة ستواجه ديلان سيناريو مؤلم للغاية، لأن ولادة ديلان ستبدأ. سوف تموت ديلان في نفس الوقت مع طفلها أثناء الولادة، لكن الأطباء ديلان وميرا سيعالجون الطفل ويعيدونه إلى الحياة. ستعود ديلان إلى القصر مع طفلها وبران، لكن جواهر سيخطف طفل ديلان في نهاية الموسم من المسلسل. وهكذا فإن جواهر سيجعل بران وديلان يشعران بألم إنجاب طفل. وفي الحقيقة فإن تصريح جواهر في الحلقة السابقة بأنه سيجعل بران يعاني من آلام إنجاب الطفل هو أكبر دليل على أنه سوف يختطف الطفل ميران. سينتهي حب بران وديلان باختطاف الطفل ميران، ولكن مع بداية حلقة الموسم الثالث من المسلسل سيجتمع ديلان وبران من جديد. إذا لم يحدث أي تغيير في المسلسل فستكون نهاية الموسم يوم الجمعة 21 يونيو. سيقرأ ناقوس الموت على حراء في الحلقة الجديدة من مسلسل الأسيرة، لأن حراء لم توقع بعد على عقد المسلسل التلفزيوني للموسم الجديد. أيضا إذا كنتم تتذكرون في الحلقة السابقة فإن نيفا ألحقت الأذى بحراء مرة أخرى، ولهذا السبب سقطت حراء من على الدرج وأغمي عليها. حراء لن تموت في الحلقة القادمة، لكن حراء سيتم إحضارها إلى المستشفى فاقدا للوعي بواسطة أورون. في الوقت الحالي لن يعرف أورون أن نيفا دفعت حراء إلى أسفل الدرج. في الحلقة القادمة سيصاب أورون بالذعر عندما يرى حراء فاقدة الوعي على الأرض وسينقلها إلى المستشفى. سيقوم الأطباء بفحص حراء على الفور. من المرجح أن تفقد حراء ذاكرتها مرة أخرى، لذلك سوف تعاني حراء من فقدان مؤقت للذاكرة. هذه المرة سوف تتذكر حراء الأيام التي قام فيها أورون بتعذيبها، لذلك لن يتمكن أورون وحراء من الزواج مرة أخرى. وفي الاحتمال الثاني ستصاب حراء بالعمى المؤقت، لذا ستعمى عيون حراء نتيجة لصدمة الرأس. وفي الاحتمال الثالث ستصاب قدم حراء، لأنه لكي لا يتزوج حراء وأورون كان لابد أن يحدث شيء سيء لحراء حتى نهاية الموسم. لهذا السبب لن تتمكن حراء وأورون من الزواج مرة أخرى. وكأن هذا لم يكن كافيا سيأتي فيضت إلى المسلسل. عندما يأتي فيضت إلى المسلسل سيحاول استعادة حراء، حتى أن حراء ستعتقد أنها ستتزوج فيضات وأنها تحبه. سوف يظل أورون عاجزا عن الكلام حتى يخبر حراء بلا حقيقة. مشاهد الشر والفراق ستكون على جدول الأعمال حتى نهاية الموسم من المسلسل. من المرجح أن يكون تاريخ نهاية الموسم من المسلسل يوم الجمعة 14 يونيو. سوف تتعافى حراء مرة أخرى في نهاية الموسم من المسلسل وستحاول الزواج من أورون، ولكن لسوء الحظ هذه المرة سوف تموت حراء، لأن حراء لن تعقد صفقة مسلسل تلفزيوني جديد. وبحسب بعض الأخبار التي وصلتني فإن دور حراء في المسلسل سينتهي. عندما تموت حراء سيتم نقلها إلى المسلسل أسبوعي جديد. سوف يفسح حب حراء وأورون المجال لحب خالد، لذا للأسف ستبقى مشاهد الحب في المسلسل غير مكتملة. لكن على العكس من ذلك إذا وقعت حراء على صفقة مسلسل تلفزيوني للموسم الجديد فلن تموت، ونتيجة لذلك لن ينتهي الحب بين حراء وأورون. في الواقع
أورهون وحيرة سوف يتزوجان وسيبقيان سعيدين إلى الأبد. بالإضافة إلى ذلك سيكون لأورهون علاقة مع حيرة وينجب منها طفلا. كينان ونورشا سيتركان المسلسلين إلى الأبد نحو الحلقات القادمة، لأن كينان ونورشا لم يبق لهما أي دور في المسلسل. لنفترض أنه قريبا سيصبح كينان ونورشا زوجين حقيقيا وسيتركان المسلسل. ستتأثر هانجير بجيهان وتبدأ في الوقوع في حبه يوما بعد يوم. سيبذل جيهان أيضا جهدا مكثفا لقضاء بعض الوقت مع هانجير، لأن جيهان أيضا يقع في حب هانجير. لهذا السبب سيرغب جيهان في الاعتراف بحبه لهانجير، لكن جيهان سيفشل في هذا لأن جيهان سيعتقد أن هانجير لا تحبه وسيتراجع. ولكن مهما كان الأمر سيتم الكشف عن هذا الحب في النهاية، وسيقول جيهان لهانجير أنا أحبك. سوف تحمر هانجير أيضا بالخجل وتغادر المنزل على الفور. على الرغم من هروب هانجير من جيهان إلا أنها ستكشف في النهاية عن حبها له. بهذه الطريقة سيعترف جيهان وهانجير بحبهما لبعضهما البعض ويقضيان ليلة خاصة. وأخيرا فإن هذا الزواج الذي كان شكليا سوف يصبح حقيقة. في الحلقة القادمة سيقرر جيهان إنجاب طفلا من هانجير في أقرب وقت ممكن. سوف تستجيب هانجير بشكل إيجابي لقرار جيهان وتقرر إنجاب طفل مع جيهان. لذلك ستبدأ عملية حمل هانجير، ونتيجة لذلك سوف تصبح هانجير حاملة. سينتهي حمل هانجير فجأة لأن المسلسل سيستمر بعد أشهر. ستبدأ عملية ولادة هانجير، لكن الألم الحقيقي سينتظر الآن هانجير، لأن شقيق هانجير سيموت أولا. سيموت جميل ويترك المسلسل، وكأن هذا لم يكن كافيا فسوف يأخذون منها طفل هانجير عندما تلد، لأنه منذ الحلقة الأولى من مسلسلنا كان لدى هانجير حلم في حلمها. كانت هانجير تبحث عن طفلها الباكي في فستان الزفة، لكن هانجير لم تتمكن من العثور على طفلها الباكي. سوف يتحقق حلم هانجير لأن هانجير أصبحت العروسة في المنزل الذي حلمت به، وهذا يعني أنهم سيفصلون هانجير وطفلها عن بعضهم البعض. الشخص الذي فعل هذا الشر بهانجير ستكون مقدر، لأن مقدر ستطرد هانجير من القصر بعد أن تصبح لديها حفيدة. سوف تتزوج بايزا من جيهان مرة أخرى. منذ أن وقع جيهان في حب هانجير في البداية فهو لن يرغب في تركها، لكن بايزا ومقدر تريان على هانجير. سيثق جيهان أيضا لهذا الافتراء ضد هانجير ويرسل منزل والدها. سوف تحترق هانجير أيضا من الشوق لطفلها، لكن هانجير لن تغفر الشر الذي حدث لها وسوف تنتقم من جيهان بأكثر الطرق إلاما. ونتيجة لذلك سيتم الكشف عن حقيقة بايزا. علاوة على ذلك ستقع هانجير وجيهان في حب بعضهم البعض ويلتقيان مرة أخرى، لأن جيهان سيعود إلى والدة طفلها هانجير ويحاول أن يجعلها تسامحه. من ناحية أخرى لن تسامح هانجير جيهان في البداية، لكن جيهان سيجعل هانجير تسامحه بكلامه الجميل ويتزوجها مرة أخرى. فهل تعتقدون أن حب جيهان وهانجير سيبدأ؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى.